اهلا اهلا بحضراتكم من جديد. نروح للنادي الاهلي وملعب مختار التتش، ومعانا زميلنا محمد توفيق علشان يقول لنا اخر اخبار النادي الاهلي واستعدادات الفريق النهارده علشان مباراه غزل المحله المهمه المرتقبه غدا. تحياتي ليك يا توفيق، وتحيات زميلي محمد سعيد. مساء الخير، تحياتي ليك كابتن اسامه، تحياتي الزميل العزيز محمد سعيد وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. كل سنه وحضراتكم طيبين وليله رمضانيه جديده ورمضان في الاهلي، واحنا معاكم موجودين من فرق النادي الاهلي بالجزيره لمتابعه زي ما حضرتك قلت اخر تمرين لفريق النادي الاهلي استعدادا لمباراه المحله مقرره باذن الله غدا التاسعة وربع مساء على استاد القاهره في اطار الجوله 23 من الدوري المصري الممتاز. يعني استعداد اكثر من رائع كابتن اسامه، يمكن الفريق على طول من بعد ماتش الهلال ما فيش راحه، على طول حد اثنين ثلاث تدريبات مستمره. يمكن وانا بكلم حضرتك دلوقتي حالا التدريب يعني اخر فقرات التمرين، يمكن يعني بعض التمرينات التخصصيه اللي بيجريها مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق، ولكن عاوز اقول لك ان التدريب كالعاده بدا بمحاضره فنيه للجهاز الفني بالفيديو، ومن بعدها يمكن محاضره كمان نظريه في الملعب عن اهميه مباراه الغد امام المحله. خلاص زي ما قلنا قفلنا الملف الافريقي، بنعود تاني للملف المحلي، ومباراه في غايه الاهميه امام فريق محترم فريق المحله. ان شاء الله يكون الفوز حليف النادي الاهلي وتحقيق ثلاث نقاط مهمه تؤكد وتحافظ على صداره النادي الاهلي، وان شاء الله نصل غدا الى النقطه 47 على قمه المسابقه، ومن بعدها على طول قدر النادي الاهلي نخش ببطوله جديده ونهائي الكاس باذن الله يوم الاثنين القادم. يمكن التمرين بعد كده كان تمرين بدني قوي جدا، شارك فيه معظم اللاعبين، يمكن بس الغياب الوحيد عن تمرين اليوم النهارده محمد الشناوي بيواصل يعني انه يريح من التدريب الجماعي وموجود بيعمل برنامج استشفائي ليه طبعا تحت اشراف الجهاز الطبي بقياده الدكتور احمد ابو عبله، ولكن هو سليم تماما، ولكن هو بس مجرد برنامج استشفائي. محمد الشناوي يمكن كان عليه ضغوط كبيره سواء يعني بدنيه او كمان نفسيه الفتره اللي فاتت، ففضل الجهاز الفني راحته وان شاء الله يدفع يبقى احد الحراس. يمكن الثلاثي كان موجود النهارده وادى تمرانه بشكل اكثر من رائع سواء علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء. كمان الغياب الوحيد في اللاعبين هو طاهر محمد طاهر اللي برده اشتكى من بعض الالام في اخر مران قبل ماتش الهلال السوداني، بيواصل برنامجه الاستشفائي النهارده وباذن الله يكون قريبا جدا مع الفريق. بقيه اللاعبين بيشاركوا بشكل طبيعي جدا، محمود متولي شارك في المران بشكل كامل، يمكن كمان بعد التدريبات البدنيه كان في تقسيمه شارك فيها جميع اللاعبين، وان شاء الله كل الجمل وكل الحاجات الفنيه اللي اتكلم فيها الجهاز الفني تنفذ بكره بشكل اكثر من رائع، ويكون الفوز حليف النادي الاهلي وباذن الله نحافظ على صدارتنا ونتجه لبطوله ثانيه ان شاء الله نحصدها استعدادا بقى للفتره القادمه، وكمان دخولنا في دور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا، ويا رب كل ايام النادي الاهلي تبقى انجازات وبطولات. كابتن اسامه محمد. طيب توفيق، هل الجهاز الفني بقياده مارسيل كولر منح عدد من اللعيبه راحه النهارده من المران، ولا كل الفريق كان في المران الجماعي بخلاف العدد من اللعيبه اللي انت ذكرتهم ان هم عندهم اصابات معينه كده فمش موجودين في التدريب؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، التدريب انتهى وخلص والفريق ذهب للمعسكر ولسه التدريب شغال في ملعب التتش؟ يعني باستثناء محمد الشناوي طبعا اللي قلنا ان الجهاز الفني فضل اراحته ونظر للضغط اللي كان تعرض له الفتره اللي فاتت من ضغط مباريات وضغط السفر كمان مع المنتخب، مفيش غيابات باستثناء طاهر محمد طاهر زي ما قلنا اشتكى من بعض الاجهاد، فالجهاز الطبي فضل اراحته وخضوعه لبرنامج استشفائي. باستثناء كده محمد، كل لاعبي فريق النادي الاهلي سواء اللي شاركوا في مباراه الهلال او كمان ما شاركوش موجودين. المران قوي جدا، المران قعد يمكن المران استمر تقريبا ساعه ونص، وحالا دلوقتي زي ما بقول لك فقره بس اخيره بيتدربوا على حاجه فنيه معينه، طبعا مش هينفع نقولها بس حالا دلوقتي كل اللاعبين بيتدربوا على تدريب فني متخصص معين، لكن كل اللاعبين بشكل اكثر من رائع بلا استثناء بيأدوا بشكل قوي جدا، الجميع حريص طبعا على حجز مكان. السوشيال ميديا على مدار الايام اللي فاتت كابتن اسامه محمد سعيد الناس بتتكلم عن تغييرات كبيره جدا هشهدها التشكيل بكره في النادي الاهلي، راحت عدد كبير جدا من اللاعبين. عايز اقول لك واطمنك كل لاعبي النادي الاهلي في حاله فنيه وبدنيه اكثر من رائعه، سواء بقى الجهاز هيريح لعيبه بكره من الماتش او مش هيريح، ده حق اصيل ليه اختيار ال 11 لعيبه اللي هيبداوا او كمان اللاعبين اللي هيكونوا جالسين على دكه البدلاء، ولكن جميع اللاعبين جاهزين، كل اللاعبين بيأدوا المران بشكل اكثر من رائع، ومران قوي جدا يا محمد، مفيش بقى حته ان حد ارتاح او اي حاجه، لا باستثناء بس الشناوي وطاهر محمد طاهر، جميع اللاعبين موجودين بشكل اكثر من رائع في التدريب النهارده. طمنا على محمود متولي، انا شايفه في الصور وفي التدريبات عشان كان غايب بقاله فتره، دلوقتي دكتور احمد ابو عبله سمعنا له تصريحات برضو ان محمود متولي الحمد لله نزل وبأدي التدريبات بشكل كامل، ياخد التمرينه كامله. حاله محمود متولي برضو ان محمود متولي واحد من العناصر الاساسيه والمدافعين المهمين في فريق النادي الاهلي. عايز اطمنك كابتن اسامه واطمن كل جماهير النادي الاهلي، محمود متولي لائق تماما من الناحيه الطبيه والفنيه، موجود النهارده في المران بيأدي المران بشكل قوي، وده مش من النهارده بس كابتن اسامه، عقب مباراه الهلال مباشره محمود متولي كان موجود في كل التدريبات اداها بشكل كامل، يمكن كمان كان جمعنا حديث محمود متولي قبل ماتش الهلال بيوم قال ان انا جاهز تماما وان شاء الله من بعد ماتش الهلال انا موجود ومتاح تحت امر الجهاز الفني للمشاركه مباراه. يمكن محمود من اللاعبين
فنيا طبعا في مستوى عالي جدا، وكمان من الناحيه الخلقيه، وكمان الناحيه كابتن اسامه التصميم والاراده. محمود عايز يبقى موجود، عاوز يبقى واحد من الاعمده الرئيسيه في الفريق اللي بيساعد زمايله. يمكن شفنا محمد عبد المنعم، رامي ربيعه قدوا بشكل اكثر من رائع في المباراه الاخيره، كمان ياسر ابراهيم بوقت ما بيحتاجوا الجهاز الفني، ايمن اشرف اللي بيأدي تمريراته بشكل اكثر من رائع وبحماس منقطع النظير، كمان محمود متولي مش اقل منهم حماسا وموجود في التدريبات وبيشارك بقوه، وكل اللاعبين زي ما قلت لك كابتن اسامه حريصين جدا ان هم يكونوا ضمن ال11 لعيبه اللي هيبداوا سواء ماتش المحل او من بعده كمان نهائي الكاس امام بيراميدز او كمان كل الماتشات الجايه ان شاء الله. وعندنا طبعا معترك افريقي ان شاء الله نكون موفقين فيه، ومنتظرين كلنا القرعه باذن الله بكره تصفي، يعني ايا كان مواجه منافس النادي الاهلي هيواجه في دور الثمانيه، فاعتقد النادي الاهلي جاهز لاي منافس باذن الله. تمام. طيب زميلنا محمد توفيق، احنا بنشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات الخاصه بتدريب الاهلي الاخير قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهه المحل غدا. كان مهم جدا نروح للتدريب بسرعه قبل ما نستقبل الكابتن رمضان السيد، لكن دلوقتي نخرج لفاصل ونرجع نستقبل الكابتن رمضان عشان نتكلم معاه عن امور فنيه عديده، مباراه المحله، نتيجه مباراه الهلال، توقعات لقرعه دوري ابطال افريقيا بكره، ولكن بعد الفاصل.